معلومات مهمة بعد وفاة رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي توفى في الولايات المتحدة الأمريكية. تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا إبداء رأيكم. توفى رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة عن عمر 85 عام بعدما أمضى 49 عام في منصبه، وهي الولاية الأطول لرئيس حكومة على مستوى العالم. ولد الأمير خليفة بن سلمان عام 1935 بعد عامين وبضعة أشهر من مولد أخيه الأكبر عيسى بن سلمان آل خليفة والد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. وبدأ الأمير خليفة حياته العملية بالعمل في ديوان والده الحاكم، حيث كان مساعدا في الديوان يعهد إليه العديد من المهمات من قبل الحاكم مباشرة، وكان معظمها يتركز في أمور المواطنين وخاصة الجوانب الاجتماعية. وتدرج الأمير خليفة في المناصب حتى عين في عام 1960 رئيسا لمالية الحكومة، وكان هذا آخر منصب يتولاه خليفة في عهد والده سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين حينها. وعين خليفة رئيسا لمجلس الدولة في عام 1970، وبعدها ساعات من استقلال البحرين صدر عن شقيقه حاكم البحرين عيسى بن سلمان آل خليفة مرسوم بإعادته التنظيم الإداري للدولة، حيث تم تغيير مسمى مجلس الدولة إلى مجلس الوزراء ورئيس مجلس الدولة إلى مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الدولة إلى وزراء. ويلقب الشيخ خليفة بمهندس الاستقلال، حيث وضع القواعد الأساس لبناء الدولة ونهضة البحرين وعاصر جميع التحديات والتهديدات التي واجهتها. فمنذ قرابة 50 عام تولى خليفة بن سلمان مع شقيقه عيسى جهود المفاوضات السياسية والدبلوماسية مع فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، وذلك لكسب الدعم الدولي لاستقلال البحرين الذي تم عام 1971. ولد الأمير خليفة 4 أبناء هم الراحل الشيخ محمد والشيخ علي رئيس مجلس الوزراء والشيخ سلمان مستشار رئيس الوزراء والشيخة لولا. وتولى الشيخ خليفة رئاسة مجلس وزراء البحرين منذ الاستقلال في عام 1971 حتى وفاته اليوم الأربعاء، حيث نعى الديوان الملكي البحريني الأمير خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم في مستشفى مايو كلينيك في الولايات المتحدة الأمريكية. وسوف تتم مراسم الدفن بعد وصول جثمانه رحمة الله إلى أرض الوطن، وسوف تقتصر مراسم الدفن على عدد محدود من الأقارب. وقد أمر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة بإعلان الحداد الرسمي أسبوعا مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة 3 أيام ابتداء من الخميس.